كنا نخاف الطرق، كنا نخاف أحد يصادفه، وكل واحد كان يخاف على حياته. الوضع كان فيه خوف. تنفيذ حد القتل والصلب في المجرم رشاش. مشاهدينا تتابعون معنا هذا الأسبوع في نشرة التاسعة تقارير يومية تحكي تفاصيل حقيقية. يمشي على ضوء القمر، الليالي المقمرة 13 و14. هذه التفاصيل تتحدث عن عصابة رشاش. نلبس ثياب موهة، في النهار ما تكون بيضة وفي الليل ما تكون سوداء. شهادات وأماكن وقصص تروى للمرة الأولى. أروح أنتقل من ديرة لديرة من خوف اللي حد يجيب خبري. أخبار التاسعة الليلة على MBC 1.